ولذلك تجد صاعد هذه الليلة علي الأكبر، هذا شبيه رسول الله، شبيه النبي، هذا الشاب العظيم. ولذلك يروى أن رجل من اليهود جاء يسأل عن شبيه لرسول الله صلى الله عليه وآله، جاء رجل يسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يعرف بأن النبي قد فارق الحياة، لكن يسمع بأن هناك من أبنائه من هو شبيه له، فقيل له أن الحسين بن علي سلام الله عليه هو أشبه الناس لرسول الله. جاءوا بهذا الرجل اليهودي إلى بيت الحسين، دخل التقى بالحسين، ما الذي تريد يا أخي اليهود؟ فقال جئت لأراك لأنهم يقولون أنك أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. قال نعم يا أخي اليهود، ولكن لي ولد هو أشبه مني بجده رسول الله صلى الله عليه وآله. من هذا؟ قال ولدي علي الأكبر. أمر أن يؤتى له بالأكبر. أقبل ذلك الشاب المتأدب المتخلف بأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم، دخل وسلم على الحسين وقبل رأسه وجلس وسلم على ذلك الرجل وجلس. وإذا بذلك اليهودي ينظر لهذا الشاب الجليل، وجهه كفلقة قمر، وهو شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ يضعن النظر فيه، وأخذ يسأل علي الأكبر عن بعض المعامل، يريد يشوف هذا يشبه النبي فقط في شكله أم خلق وخلق ومنطق وعلم. وإذا به لا يرى علي الأكبر بعض متلاق في العلم، أضعن النظر، التفت للحسين قال له يا أخي اليهود ما لي أراك تمعن النظر في هذا الولد؟ قال والله يا أبا عبد الله لو كان هذا ولدي لفتحت له قلبي، شققت له قلبي وأدخلته في قلبي كي لا تصيبه شوكة من أعين الحسان، هذا ما أفرط في هذا الولد، شرحت في قلبي. بكى الحسين، التفت اليوم مما بكاؤك يا أبا عبد الله؟ قال ما بك لو ترى هذا الولد والسيوف تأخذ منه إرضا بإرضا، ما بالك لو ترى هذا الولد والرماح والسيوف تضرب في جسده وهو ينادي عليك بالسلام. فصرخ ذلك الرجل يرقم على صدره، أيصاب هذا الولد بهذا الأمر؟ قال نعم من أمة جدي رسول الله. ولذلك نشوف تعامل خاص بين الإمام الحسين سلام الله عليه وبين علي الأكبر رضوان الله عليه، وتعامل خاص خصوصا في وين؟ في ارض كربلاء، وقد شهد الحسين سلام الله عليه بان الاكبر اشبه الناس برسول الله. تقول الروايه كيف تدخل هذه الروايه على ان الاكبر لما جاء لوالده الحسين بعد ان قتلت اصحابه يطلب منه الاذن للقتال، التفت الحسين له قال له بني انت اشبه الناس بجدي رسول الله، ثم رفع شيبته الى السماء وقال اللهم اشهد عليهم، فقد برز اليهم اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك رسول الله صلى الله عليه واله. فعلم الأكبر بأن هذه لجان رضية، فدخل الأكبر حمل على القوم، دخل المعركة وكانت أمه ليلى جالسة مع الحسين على باب الخيمة، لكن معركة وضرب سيوف، ما تنظر النساء للمعركة، ما عندها قبل تنظر للمعركة، تنظر لوجه الحسين، إذا رأت النساء وجه الحسين مستبشر علموا بأن الأكبر يؤدي بطولات في الميدان، وإذا رأوا أن وجه الحسين قد انخسف لونه علموا بأن هناك خطر يداهم الأكبر، بينما الحسين ينظر إلى المعركة وإذا بألوانه
قد تغيرت اسمر وجهه اضطرب الحسين التفتت ليلى نانت يا ابا عبد الله هل اصيب ولدي بسبوه قال لا يا بنت لا يا ليلى ولكن برز اليه من يخاف عليه من برز اليه بدر بن هانم هذا يعدي الفارس قالت ما الذي اصنع يا ابا عبد الله قال لها ادخلي الى خيمتك الى خيمتك ولله ان يعود في ولدك سالما فاني سمعت جدي رسول الله يقول ان دعاء الامهات لاولادهن مستجاب اقبلت هذه الام المؤمنه ودخلت الى الخيمه جلست ونشرت شعرها وتوجهت الى القبله ورفعت يديها الى السماء ونادت الهي Bye-bye.